أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الإفريقية. وأشار السيسي خلال المؤتمر 17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة سيسا يساعد في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي. ومعنا مباشرة من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. هذا الموقف للرئيس السيسي على أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية الذي يخدم الأمن الإقليمي في إفريقيا وأيضا الأمن الدولي، هي فعلا موقف متقدم لتضافر الجهود في مواجهة التطرف. بالفعل روبير، هذه الكلمة التي ألقاها اليوم الرئيس السيسي في افتتاح الاجتماع أو المؤتمر 17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية الذي عقد اليوم بالقاهرة تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بهذه الآلية الأفريقية باعتبارها إحدى أهم الآليات المنوط بها تحقيق التكامل الأمني وتعزيز الترابط الأمني الأفريقي، وهي آلية أنشئت في عام 2004 ومقرها في نيجيريا، وتسلمت مصر اليوم في هذا المؤتمر 17 رئاسة هذه اللجنة لمدة عام واحد. مصر تتطلع خلال ترأسها لهذه اللجنة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على مستوى الدول الأفريقية 54 أعضاء هذه اللجنة، بما يحقق ويعزز من قدرات الدول الأفريقية على مواجهة الإرهاب العالمي عابر للحدود من ناحية، وكذلك مواجهة باقي التحديات الأمنية التي تواجه دول القارة على رأسها بالطبع الهجرة غير الشرعية والأمن السبراني. الأعضاء المشاركون في مؤتمر اليوم عبروا عن تطلعهم أيضا إلى تعزيز هذه الآلية تحت الرئاسة المصرية من أجل تحقيق أهدافها في مكافحة الإرهاب في مختلف مناطق القارة الأفريقية. روبرت، نعم. مباشرة من القاهرة مراسلنا أحمد مهران في هذه المتابعة للمؤتمر 17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية.